رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة في الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هو موجود في القرآن. وأشياء كثيرة فصلت في السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.